إذا قلنا الخلف خلاف السلف، سلفك كل من سبقك من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين، هؤلاء هم السلف، هم السابقون الأولون. ومن اكتفى أثرهم ونهج منهجهم فهو سلفي بياء النسبة حيثما وقع، ولو وقع في آخر الدنيا عند انتهاء الدنيا، ليس في هذا الوقت فقط، بعدنا، فهو سلفي أي منتسب إلى السلف ومتبع لمنهجهم له ما لهم. لهذا السلفي ما للسلفيين من الأجر إن لم يكن أعظم، لأنه آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبع هديه وهو لم يره، آمن به بالسماع وصدقه وكان على يقين في منهجه. لذلك هؤلاء يعتبرون إخوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكونون أعظم أجرا من الصحابة. على كل، الناس هنا إما سلف وهم الذين أشارت إليهم الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء السلف، لا تترددوا في معرفة السلف والسلفيين، لأن في هذه الأيام الصعبة بعض الناس يضعون السلفيين مع الأحزاب المحدثة ويعتبرونهم حزبا، حزب الإخوان المسلمين، حزب السلفيين، حزب التبليغيين، وحزب السروريين، وأنت ماشي. هذا خطأ، تقسيم خاطئ. السلف هم أصحاب الخط، السلفيون هم الباقون على ذلك الخط على المنهج، وليسوا بحزب. حزب أنشأه إنسان معين في وقت معين، لا، بل منهجهم امتداد لمنهج سلفهم لأنهم منتسبون إليه. لذلك من الخطأ عند تقسيم الناس هذه الأيام جعل السلفيين حزبا من الأحزاب، هذا خطأ. ولكن الأحزاب هم الذين تفرعوا من الخط، تركوا الخط الرئيسي الجادة، تركوا الجادة وخرجوا إلى بنيات الطريق، هؤلاء هم الأحزاب الذين ينبغي أن يكونوا محل بحث ليعرف ما لديهم من الصواب والخطأ. أما السلفيون الصادقون الذين فهموا واتبعوا لا مجرد الانتساب، لا يدخلون في هذا التقسيم أبداً.